عندك طبخة زاكية وحابة تقدميها على قناة رؤيا؟ دوقينا طبخك في مسابقة ست نكهات مع كنور. مرحبا فيكم من جديد ومكملين معاكم بمطبخ دنيا يا دنيا. اليوم طبختنا مع مرقة كنور. صح ديما؟ صح. يلا ايش نعمل هلا؟ هلا بنعمل دجاج سويت اند ساور. سويت اند ساور. ونبلش بالمقادير. يلا اذا مقادير دجاج سويت اند ساور. اول اشي لتغليف الدجاج نحتاج لثمن صدور الدجاج، ربع كوب طحين، ربع كوب نشا، ربع كوب صويا صوص، فلفل أسود، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. أما للصلصة فمنحتاج لبصلة واحدة مقطعة مكعبات كبيرة، 3 كوب فلفل ملونة مقطعة، 4 حبات ثوم مفروم، ملعقة واحدة زنجبيل مبشور، وواحد معلب أناناس، 1 كوب عصير الأناناس، ربع كوب صويا صوص، ربع كوب كاتشب، وملعقتين كبيرة خل أبيض، ملعقتين كبيرة سكر بني، ملعقتين كبيرة نشا، 1 مكعب كنور، 1 كوب ماء دافئ، 1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة، وملح وفلفل. أوكي هاي أمورنا هيك تمام. طيب هلأ شوفي ميس، أول شيء الجاج في له نقعة أوكي. أنا حطيتها وجهزتها وقليتها في البيت، بس رح أعملها قدامكم. هون عندي صدرين صغار عشان أفرجيكم كيف بتنعمل. أما القلي رح نختصره عشان ما ياخد وقت منا كتير. هلأ دايما السويت أند ساور بلاحظ في ناس بحطوا بياض بيضة ونشا، طبعا بيصير صح عشان يعمل تغليفة وينقلع. أنا لقيت طريقة أطيب لأني أنا ما بحب طعمة البيض فيها كتير، فبحط عليها بس شوية صويا صوص. أوكي هي بتصير شوي زي العجينة. هلأ المكونات اللي عنا، في عنا هنا شوية بيكنج باودر، وفي عنا يا ميس شوية طحين. عم بشرب أنا شوربة كتير زاكية. زاكية صحتين حبيبتي. في عنا شوية نشا، خلينا نطول معلقة. فهاي التغليفة اللي بدنا نغلف فيها الجاج هي اللي بتعطيها الطبقة المقرمشة اللي منلاقيها بهاي الأكلة، لأنه هاي الأكلة منعرف بيكون كل خضرة طرية فيها إلا الجاج مقرمش. فهلأ بنخلطهم شوي، وأنا كاتبة شوية مي باردة إذا احتجنا، فأنا رح أحط معلقتين مي باردة عشان يسهل علينا، بصير الموضوع عنا زي كأنه عجينة. طب بس في سؤال من جمانة صبري عن المسابقة لحتى نقدر نحاول نجاوب على كل الأسئلة. بتقول من أي ساعة لأي ساعة رح تكونوا متواجدين بالمول يوم الخميس؟ هلأ الكاونترات طول الوقت رح يكونوا موجودين دائماً. أوكي. بس قديش نسبة تواجدنا حسب يعني حسب قديش رح نقدر نضلنا واقفين، بس دائما في موظفين أو في أنا أو في حدا مسؤول، يعني مش رح يكونوا لحالهم أكيد في حدا. هلأ يوم الخميس رح أروح بعد الظهر، أحكي الساعة من 4 للـ6. والجمعة؟ الجمعة حسب يعني بجوز نفس الوقت. هذا أنسب وقت عم بيكون لإلنا، وبتخيل هيك كل يوم. أوكي. هذا أنسب وقت العصريات. العصريات. أوكي. طيب هلأ هي شايفة كيف ما صارت عنا زي عجينة مغلفين فيها كل قطع الدجاج. هلأ بنقليهم بزيت غزير عادي كيف بنقلي البطاطا، بزيت غزير لحديت ما يشقروا معانا. هلأ بتقدر تنقعي النقعة من بكير تحطيها بالتلاجة لحديت ما تيجي أنت بدك تطبقي الطبخة. هلأ تطبيق الطبخة كتير سهل. هون بدنا نقلي بصل. هلأ البصل والفليفلة مقسمين قطع كبيرة. دائما في أي أكل بنطبخها دائما بركز إنه لازم يكونوا المكونات مقطعين بنفس الطريقة. مثلا إذا أنت مقطعة طولي يكون كل شيء مقطع عندك طولي، إذا مقطعة مكعبات يكون كل شيء مكعبات حتى يكون في تناسق بشكل الأكل. الشكل صح لازم يكون. فهلأ هي حطينا الزيت. طب ديما بصير أسألك سؤال على الفيسبوك. طبعا في عنا مياس عم بتقول في كيكة اسمها الكيكة الشيشانية. مزبوط. أوكي عملتيها؟ لا عملتها غادة. عملتها غادة. فهي موجودة على موقع رؤية ومش رح أعيدها لأنها موجودة. موجودة. أوكي إذا مياس إذا بتفوتي على موقعنا الرسمي لقناة رؤية بتكتبي الكيكة الشيشانية بتلاقيها إن شاء الله على الموقع. هاي الموقع قدامك. هاي أول شيء هلأ ميس بدنا ننزل البصل. البصل مكعبات كبيرة. بنقليها شوي. وهون عندنا فليفلة ملونة أحمر وأخضر وأصفر. عندنا أناناس من علبة لأنه بدنا عصير الأناناس تبع العلبة، فموجود عصير الأناناس أكيد معنا مكعب كنور بدنا نحطه هلأ ندوبه مع مي سخنة. عندنا نشا عشان نتخن الصوص فيه.
هلا الصوص اللي بدنا نسويه هون بدي اعمله قدامكم، نخلط كل مكونات الصلصه وبعدين نديرها على الاشياء اللي عم تتقلى عنا. كثير الوصفه سهله. عنا اول شيء الصويا، اوكي. هلا في عنا كاتشب مايز، هو بدنا نعطيه طعم احنا للصوص اللي هو بيحكوا له سويت اند ساور، يعني حلو، ويعني حلو وحامض. حلو وحامض، حلو ومالح، خلينا نقول احنا حامض. اه بس احنا بهاي الاكله رح امشي لك اياها ميس. طيب اوكي، هلا انت حطيتي الصويا صوص، حطينا مع الكاتشب عشان بيعطي. شوفي حطينا الصويا، حطينا الكاتشب، بدنا نعمل الصوص الحلو. هلا في معلقتين سكر بني برضه لسه. اللي ما بيلاقي السكر البني بيقدر يحط سكر ابيض عادي، ما في شيء مشكله. بعدين يا ستنا العزيزه، استخدمت سكر بني اسكى يعني. انا شوفي مجربه هاي الوصفه بكذا طريقه، هاي اطيب طريقه. هلا هون في عندنا عصير الاناناس اللي من المعلب، اوكي رح نحطه معاهم. بعدين بنحط معلقه نشا، بس خلينا نحرك البصل عشان ما ينحرق. حرك لك البصل، ممتاز. لا خلاص، هلا رح احط عليه الكليبه الملونه. اوكي عندنا ثلاث الوان، طيب ميس ايش حطينا؟ هلا حطينا الكاتشب والصويا، حطينا السكر البني وعصير الاناناس، وهلا النشا. هلا اوكي هلا هاي رح تسبك لنا الصلصه كله على البارد. اما مكعب كنور رح ندوبه بمي سخنه ونضيفه بعدين. على فكره انا لسه في عندي هون مدوب من الشوربه مكعب كنور مع مي سخنه، هي اللي رح اضيفها. وهنا بتضيفي كمية كبيرة منها؟ لا، قد ما بدك تعمليها مرقة. هي الأكلة مش مفروض تكون مرقة على فكرة. الأكل الصيني دائما إذا بتلاحظي لازم يكون شوية مرقته قليلة، يعني مش زي اليخاني العربية كيف إحنا ناكل طبيخنا، بتكون الصوص قليلة فيه مدبقة هيك. هلا هي كيف بتطلع مدبقة؟ بفعل النشا. كثير بيستعملوا النشا هم. بس أنت هون ما حطيتي كثير نشا؟ لا ما. لأنه شوفي حسب الكمية كمان اللي أنت طبختيها. هلا بدي أدير الصوص هاي هون، رح افرجيكم راسا كيف بتشد الصلصه. شايفه صلصه سميكه عندنا صارت. وهلا بدي اضيف لها المكعب الكنور المدوب بالمي السخنه عشان نعطيها شويه صوص زياده. اوكي طبعا الاناناس بس بننزله بالاخر لانه طبعا هو كثير طري بيكون بالمعلب، فما بدنا اياه ينهري. والدجاج كمان عشان يضل محافظ على طعمه، صح؟ عشان يضله كمان ماسك، لانه ما تنسي انه هو بيكون محفوظ بمي فبيكون طري، صح؟ هلا الدجاج بعد ما انقلى اللي انا عملته الخلطه قدامكم هيك بصير شكله، بصير مغلف بفعل النشا والطحين، فهذا بالاخير كمان بدنا نسقطه على المرقه مع الاناناس. هلا بس بدي احط شويه ثوم وشويه زنجبيل، انا باشرته كثير بعطي طعمه طيبه بالصوص. شايفه ميس؟ هلا نزلنا طبعا البصل اول شيء، الفليفله، الثوم، الزنجبيل، الصلصه اللي خلطناها، واخر شيء حطينا مكعب كنور والمي السخنه. ايش ضل يا ميس؟ ضل نحط ملح. سوري مش ملح، هلا انا كاتبه ملح فلفل، انا كاتبه ملح بس لانه الصويا مالحه والاكله حلوه. ما بدنا نحط ملح كثير، رشه بسيطه. اوكي وبرضه بدي اضيف لها شويه حر، بودره او بس أو مش كثير، مش كثير، ما رح اكثر عشان انت ما بتحبي كمان الحر كثير. اوكي هلا الصوص بلشت تغلي عنا، بدي افرجيكم سمكتها بمعلقه هيك. شوفوا كيف سميكه، هذا اللي بدنا اياه احنا بفعل النشا، فما بتكون الاكله مرقه كثير، ما بدنا اياها تكون مرقه كثير. اوكي انزل الاناناس. قديش تقريبا هلا هاي احنا قديه تركناها؟ مش وقت كثير طويل. لا لانه شوفي الفليفله دائما بالاكل الصيني مرات بلاحظ انه في ناس كثير بيسووا الخضره بتطلع كلها كثير مستويه، الاكل الصيني لازم يكون فيه قرشه، صح؟ لما بتاكلي الخضار لازم تكون شوي بتقرش، فانت بس قليها دقيقتين ثلاثه لتطرى واطفي عليها، يعني سوري قصدي نزلي باقي المواد عليها. طيب شو هلا يا ستنا العزيزه؟ نسيت اضيف في خل ابيض عنا، نضيفه هلا، هو كان مع خلطه الصوص، بنضيفه هلا على الصوص. هلا هي مكونات الخل مع السكر مع الكاتشب، هاي اللي رح تعطينا الطعمه الحلوه اللي احنا بدنا اياها، مع طبعا اكيد عصير بس هون حاسه انا الطعمه المالحه او الحامضه رح تكون اكثر من الحلوه. لا 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 والله، الاناناس بعطي حلاوه ميس كثير. كثير يعني مش كثير، انه اذا ما بتحبي مثلا، انا جوزي هالاكله ما بحبها، بحبش الاشياء الحلوه مع المالحه، عرفتي؟ هذا حسب الذوق، بس هي اكله كثير مشهوره، صينيه مشهوره جدا والناس كثير بتطلبها. هلا هي الدجاج اللي انا مقليته، ودائما احنا بنحب نسهل على ست البيت،
زي ما احنا عم نستعمل مكعبات كنور حتى نسهل ومش عشان نختصر، احنا بالعكس دائما بنقول ومنركز انه انت عشان تضيفي نكهه لاكلك، مش عشان انت تسهلي تاخدي شورت كات او تسهلي اكلتك، لا احنا بدنا نضيف النكهه ونعززها. نفس الشيء انا بحب اسهل بخطوات ثانيه غير استخدام كنور، انه انا مثلا الدجاج تقدري انت تحضريه وتقليه من قبل تحطيه بالثلاجه بالتبروير، انا هيك عملت امبارح عشان الحق لانه ما بلحق الصبح، والخضار بس تقليها وطبقي الطبخه، فيعني كثير سهل انه ست البيت تقدر تطبخ وتنوع ببيتها طبعا اكلات طيبه بدون ما تكون حاسه حالها عندها عبء او عليها عبء الطبخ. صح، لانه كثير ستات ميس بصيروا يحسوا الطبخ عبء، يعني انه لا ما بدي ادخل مش جعبالي ابدا اطبخ، عرفتي معظمنا طبعا مع مسؤولياتنا هيك طبعا بصفيها. اكيد خصوصا للست اللي بتشتغل ودائما بنحكي بهذا الموضوع. طيب في عنا فطومه جويحان بتقول لك هي انت بتكثفي الصوص تبع السويت اند ساور، فاحنا حكينا انه حطينا معلقه النشا مع الصوص يعني حطينا النشا مع الكاتشب والصويا والعصير عشان يكثف، وحطينا عشان يتكثف ما يطلع مع النمره. طيب دارين سلكاوي بتقول لك ضروري الصويا صوص واذا في بديل لها. لا هي الاكله لا يعني معظم الاكل الصيني بدخل له صويا صوص. هلا احنا اذا لاحظتي كميه كثير بسيطه مايس، ليه؟ لانه احنا بدناش الطعمه تكون مالحه، احنا بدنا نركز على الحلاوه بالاكله. اوكي، بصير نبدل الاناناس بشيء ثاني او نستغني عنه. هلا بصير بيعطي الحلاوه. ما هو حكينا هلا اذا تستغني عنه صارت عندك اكله ثانيه، هاي السويت اند ساور هيك تقدم في المطاعم الصينيه، يعني اي مطعم صيني بتطلب عنده سويت اند ساور دجاج او شريمس بيعملوه بالجمبري هيك تقدم. اذا بدك إشي بدون الاناناس في كثير اكلات صينيه ثانيه عملتها موجوده على موقع رؤيا ما فيها اناناس. اوكي طيب عنا رزان ابو حسام بتقول لك هي عملت نفس طريقتك بس كثير الصوص طلعت ثقيله. باي اكله امتى عملتها؟ يعني هي عملتها قبل هالمره بنفس طريقتك. قصدي بس ما انا هلا اعطيتها على الهواء. لا بس هي عملتها قبل هالمره بنفس الطريقه اللي انت عملتيها. خفيف لك انه الصوص طلعت كثير ثقيله. فكرتها سريعه جدا عملتها. يعني انت عملتي خلاص ما حدا بيسويها. لا ما هو في كذا طريقه، قصدي فكرت انه عملت نفس المكونات. لا شوفي لا هلا انت بتقدر تخفيها قد ما بدك بالمي، يعني انت بتقدر تزيدي المي وتخففي الصويا. ما هو انت اشرحي لي ايش قصدك بثقيله، هل طلعت مالحه فبدك تخففي الصويا مثلا؟ طلعت الصوص ثقيله وطعمها مركز، معناته عصير الاناناس اللي حطيتيه كثير، ما تحطي اكثر من كوب، وبرضه اذا ما بتحبيه كثير ما تحطي، يعني ما هو انت ما تنسي انه الكاتشب اصلا حلو ورح يعطيها حلاوه، فبتقدري تحطي بس مثلا ربع كوب من عصير الاناناس. اوكي حط شويه بصل. بتعرفي بدي ازيد هيك شويه فلفله ديما خلصنا معنا وقت خلص نعرضها خلص. وهيك مايس بنكون خلصنا طبخاتنا اليوم برعاية كنور أكيد. بتمنى إنكم تجربوهم سهلين وسريعين ورح يعجبوكم أكيد. أكيد يسلموا إيديكي ديما. إيديكي. طيب إحنا بما إنه ضل معانا شوية وقت عشان ما يزعلوا منا نقرأ شوية طب تعليقات. يا مايس بس أحكي إني أنا هون الشوربة بس حمصت خبز وقدمته معها، بس عشان رح يسألوني إنه كيف عملتي، بس دهنته بشوية زيت وبهارات وملح وفلفل أعشاب يعني وحطيته بالفرن. أوكي نعتذر إذا ما قدرنا نقرأ كل التعليقات اللي موجودة اليوم على الفيسبوك. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا واللي حكوا معنا، ومن بداية نهارنا لهلأ إن شاء الله هيك كنا مفيدين وأيضا ممتعين بالنسبة لكم. بكرة بجمعنا معكم موعد جديد. ديما يعطيكي ألف عافية. وقبل ما نختم نذكركم بالمواقع لحتى تتواصلوا معنا وكل الروابط. الموقع الرئيسي لقناة رؤية موجود أمامكم، والفيسبوك على تواصل دائم معكم، دائما بنقرا تعليقاتكم على الهواء وتحت الهواء كمان. اليوتيوب ايضا لكل فقراتنا اللي راحت عليكم ما لحقتوا تحضروها على الهواء مباشره. واخيرا ايميلنا dunya_ya_dunya@ruya.tv. بنودعكم، بكره بجمعنا معكم موعد جديد. باي باي باي.